السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اهلا بكم في قناة روائع وابداع ذهبك. زي ما احنا شايفين كده معانا لمضة 45 واط، هنجربها كده ونشوفها على السيريا. شوفوا يا جماعه، اشتغلت نصها ونصها لا. طبعا اول حاجه هنعملها هنجيب مثلا السخان ده، او لو كان معانا هوت نحاول نسخن على الاجزاء ديت، ممكن تكون حاجه ايه باي فكه اي سي. طبعا دي فيها منظم، فهنشوف كده. نقفل المروحه يا جماعه، معلش اهو كده نمسك الاي سي ديت اهو، الأمطرة اهو يا جماعة كده، الاي سي التانية، الأمطرة التانية كده. عدينا بقى، نعدي على اللمبات ونشوف انهي لمضة بالراحة كده يا جماعة اهو، عشان طبعا ما نحرقش البوردة اهو، وبخفة كده يعني ما نركزش اهو كده يا جماعة. نعمل دي ونعمل دي كمان ونعمل الصف ده. طيب نجرب كده يا جماعة بعد ما تبرد شوية ونشوفها مع بعض. نجرب بقى كده يا جماعة، نجيب الفيشة اللي نحطها في السيريا. لا ما عملتش حاجة يا جماعة. طيب نرجع بقى للأسلوب التاني اهو، مثلا كده نجيب من اول هنا كده بالمفك. بسم الله، هنعدي على كل اللمبات كده. اللمضة دي طلعت بايظة اهي، نخلعها كده ونشوف ايه اللي هيحصل بعدها. الظاهر كذا لمضة بايظة، فاحنا هنخلع دي ونجرب برضو الطريقة بتاعتنا اهو كده يا جماعة، ونجيب الكاوية ونلحم ديك ونشوف النتيجة. خلاص يا جماعة شفنا كده يا جماعة، نورت برضو مجموعة من اللمبات التانية. هنكمل بقى ونشوف الباقي، يمكن كفاية كذا لمبة محروقة اهو كده يا جماعة. بسم الله، نعمل كده، نجيب من هناك في كذا لمبة ممكن يكونوا محروقين. نشوف هنا طبعا احنا كل شغلنا على السيريا يا جماعة. نشوف دي كده معلش، انا بشوف اتجاه اللمبة بس. هنا كده نشوف هنا تاني في لمضة هنا. كده يا جماعة في كذا لمضة بايظة، مش لمضة واحدة. فضلت يا جماعة اعمل شورت ولحد ما وصلت للمضة دي فاشتغلت اللمبة كلها اهو كده.
بصوا يا جماعه اهو دي نورت اللندن. هنكسر دي برضو وايه ونحاول ايه ونلحمها اهو. نجيب بقى الايه الكاويه ونلحمها. نجرب كده يا جماعه بعد ما لحمنا. شفتوا يا جماعه؟ للاسف ما استحملتش اللمبه لان في كذا كذا لمبه هنا بايظه وتالفه. طبعا انا عملت شورت على الباقيين فما فيش حاجه نورت تاني، فده معناه ان في عده لمبات كتيره بايظه، فاعتقد ان هي كده يعني يجب تغيير الكارت اللي فوق ده كله. ارجو ان اكون وضحت الفكره وان احنا نستفيد. احنا دلوقتي بنتعلم الصيانه. طبعا في كذا لمبتين كده وفي لمبه تانيه، يبقى كده لازم تتغير اللمبات الصف ده كله، لان في انا شايف في نقط كتيره اهو اهو. فالاحسن تغيير الكارت ده او نجيب واحده جديده. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.